السلام عليكم. اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحضور الكريم. كنز استراتيجي، كلمة سر تحمل آفاقا لحقيقة ملموسة نبني عليها جمهورية جديدة. الرمال السوداء، الكنز الذي تبوح به السواحل المصرية في مناطق عدة. رواسب شاطئية تحوي الكثير من المعادن ذات الأهمية الاقتصادية الكبرى، وأخرى من المواد المشعة التي تدخل في العديد من عمليات التصنيع. تشكل المشروع القومي الأكبر لمصر والواعد من حيث حجم الاحتياطي والقيمة المضافة. تنقل مصر نقلة نوعية اقتصادية وتحقق انتعاشة غير مسبوقة لقطاعي الصناعة والتعدين. تفي باحتياجات السوق المحلي وتوفر الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، كما تخلق فائضاً من العملة الأجنبية في ظل الطلب العالمي المتزايد على المنتج المصدر منها. بارقة أمل جديد في ظل عصر يموج بالتحديات الاقتصادية، بوصلة المستثمر وجاذبه إلى مصر. فسلام عليك يا وطني، يا موطن الخير والعطاء، في راحتيك المستقبل الأفضل والعبور إلى النعم والخير. من محافظة كفر الشيخ، افتتاح المشروع القومي الكبير مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء، الثروة المصرية. خير ما نستهل به يومنا آيات بينات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ هاني الحسيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. جهود حثيثة يقوم بها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في مجال توطين الصناعة ودعم المشروعات الاقتصادية التنموية بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة والقطاع المدني. كلمة اللواء أركان حرب وليد حسين أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة. مع أشراقة كل شمس تتوالى مسيرة التنمية في كافة ربوع الوطن لتحقيق إنجاز تلو إنجاز،
وقد تصارعت وتيرتها خلال السنوات القريبة الماضية، ولن تتوقف بإذن الله. فعزيمتنا على تقوية دعائم اقتصادنا راسخة، وإرادتنا في الاستفادة بما لدينا من موارد لن تلين، وما يجري على أرض مصر اليوم من تطور وتقدم في شتى مناحي الحياة لا تخطئه عين. السيد الرئيس، إنه لمن دواعي فخرنا أن يتواكب افتتاحنا اليوم مع احتفالات شهر أكتوبر الذي شهد أعظم انتصارات مصر في العصر الحديث، حرب أكتوبر المجيدة التي أعادت لمصر بل وللأمة العربية عزتها وكرامتها، والعسكرية المصرية كبرياءها وشموخها. كل عام وسيادتكم ومصر شعباً وجيشاً بخير. السيد الرئيس، لقد ظلت الكثير من ثروات مصر التعدينية عقوداً طويلة غير مستغلة، ولا يتم تحقيق الاستفادة منها، ومن بينها الرمال السوداء، تلك المنحة الربانية التي جادت بها شواطئنا الساحلية عند مصبات نهر النيل وفي عدد من الأماكن الأخرى كبحيرة ناصر. إن مشروع استخلاص المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء يعتبر أحد المشروعات التعدينية الصناعات الجديدة الواعدة الذي أعيد اكتشافه مرة أخرى بإرادة سياسية واعية مؤمنة بمقدرات بلدها وقدرات أبنائه ورؤية وطنية ثاقبة نحو استشراف المستقبل. سيادة الرئيس، يسعدنا تشريف سيادتكم اليوم لإعطاء إشارة البدء لتدشين مشروع تركيز وفصل المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء، أحد المشروعات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والذي سيكون قيمة مضافة في مجال الصناعات التعدينية، مما يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي ارتباطاً باتجاه الدولة الداعم للاستثمار بالقطاع الصناعي في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي يمر بها العالم أجمع. السيد الرئيس الحضور الكريم، الرمال السوداء عبارة عن رواسب شاطئية تكونت عند مصبات الأنهار بفعل ظاهرة المد والجزر على مر العصور، وهي تحتوي على نسب عالية من المعادن الاقتصادية التي تدخل في العديد من الصناعات الاستراتيجية الهامة، وتمتلك مصر أحد أكبر الاحتياطيات من الرمال السوداء على مستوى العالم، يتركز وجودها في محافظات البحيرة وكفر الشيخ، دمياط وبورسعيد وشمال سيناء، البحر الأحمر وأسوان. من المخطط أن يستخرج منه ما يقرب من 76 مليون طن معادن اقتصادية، وذلك وفقاً لدراسات الجدوى التي أجرتها هيئة المواد النووية وأكدتها شركات ومكاتب استشارية عالمية تكفي للتشغيل ما يزيد عن 200 عام، بالإضافة إلى الاستكشافات الجديدة الواعدة الجاري تحديد حجمها وتركيز المعادن الاقتصادية بها، فضلاً عن العائد الاقتصادي الهائل والمردود الاستراتيجي بهدف سد الفجوة بين متطلبات السوق المحلي والاستيراد وتصدير الفائض منها للسوق الأوروبي والأسيوي. يتكون هذا المشروع العملاق من العديد من وحدات ومصانع تركيز وفصل المعادن، أهمها مصنع التركيز العائم بالبرولوس، والذي يضم الكراكة العائمة تحيا مصر لتكون باكورة إنتاج أول كراكة صديقة للبيئة في العالم تعمل بالكهرباء، حيث تقوم بتكريك الرمال السوداء ودفعها إلى مصنع التركيز العائم الملحق بها لاستخلاص ركاز المعادن الاقتصادية وإعادة الرمال المتبقية لأماكنها مرة أخرى، حفاظاً على المناسيب دون إحداث أي تغيرات بيئية بالمكان، بالإضافة إلى مجمع مصانع الفصل على مساحة 80 فدان، ويتكون من 6 مصانع لإنتاج المعادن الاقتصادية، ومبنى للمعامل التخصصية ووحدة للبحوث والتطوير. وفي إطار استراتيجية استغلال الخام بامتداد الشاطئ، تم إنشاء 2 مصنع لفصل المعادن و17 وحدة تركيز على شواطئ مناطق غليون ورشيد ودمياط وبحيرة المنزلة. السيد الرئيس، إيماء لتوجيهات سيادتكم لتعظيم القيمة المضافة من المعادن المستخرجة من هذا المشروع، تم التجهيز لإنشاء مشروعات جديدة تتمثل في الآتي: مشروع إنتاج معدن الزركن المطحون فائق النعومة الذي تم التعاقد بالفعل على توريد معداته من إحدى الشركات الألمانية، وجاري الانتهاء من الدراسات الفنية والتعاقدية لمشروعي إنتاج ثاني أكسيد التيتانيوم
وفلز التيتانيوم وسبائكه من معدن الألمانيت، ومشروع إنتاج العناصر الأرضية النادرة من خام المونازايت، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات الأوروبية والأسترالية والأمريكية والصينية العاملة في هذا المجال. السيد الرئيس، سيظل دفع عجلة الإنتاج بالمعدل الذي يحقق الارتقاء بمستوى المعيشة مرتبطاً إلى حد كبير بمدى ما يحققه قطاع الصناعة من تطور وتقدم. لذا وفي إطار توجيهات سيادتكم، يقوم الجهاز حالياً بالانتهاء من تنفيذ العديد من المشروعات التنموية العملاقة، منها على سبيل المثال للحصر الاتفاق على تأسيس شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة تحت مسمى الشركة المصرية الإيطالية للصناعات التكنولوجية المستدامة سيمتك، بالتحالف مع أكبر الشركات الإيطالية لإنتاج بايو كوارتز وألواح لابيتك خالية السيليكا صديقة للبيئة. إنشاء مجمع صناعي بالعين السخنة لإنتاج ألواح الكوارتز هو الأول من نوعه في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط. إنشاء مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة بإجمالي 6 مصانع بالتعاون مع مجموعة تيسن كروب وشركة بتروجيت. تطوير منطقة شق الثعبان وتحويلها إلى منطقة صناعية حضارية للرخام والجرانيت كاملة التخطيط والترفيق خالية من المخلفات الصلبة والسائلة بما يساهم في تقليل انبعاثات الملوثة للبيئة، وغيرها من العديد من المشروعات التي تنتشر في معظم أنحاء الجمهورية وتخلق صناعات وفرص استثمارية جديدة وتوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء الوطن، وقد روع فيها تقديم تيسيرات للمستثمرين وتعزيز الشراكات الدولية لتوطين الصناعات الحديثة وتطبيق نظامي الإدارة الرقمية والبيئية للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة. سيادة الرئيس، إن هذه النجاحات وتلك المشروعات التي نراها واقعا ملموسا لم تكن لتتحقق لولا توفيق الله عز وجل، ثم توجيهات سيادتكم الدائمة ومتابعتكم المستمرة لكافة هذه المشروعات والدعم الغير محدود من القيادة العامة للقوات المسلحة. واسمحوا لي سيادتكم بتقديم الشكر لرجال الشركة المصرية للرمال السوداء ولهيئة المواد النووية بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لشراكاتها البناءة وتعاونها المثمر، والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والري ومحافظة كفر الشيخ وجامعتها العريقة، والشركة الوطنية حسن علام، وكذلك الشركات العالمية والمحلية التي شاركت في إنجاز هذا العمل الضخم. السيد الرئيس، في نهاية كلمتي لا يسعني إلا أن أكرر العهد الذي قطعناه على أنفسنا بمواصلة العمل ليل نهار دون كلل أو ملل، وأن تكون خطواتنا المتسارعة على طريق تحقيق آمال وتطلعات شعب مصر العظيم الذي يستحق أن نسخر كل جهودنا نحو توفير كل السبل ليحيا حاضرا كريما ويتطلع لمستقبل مشرق بإذن الله. حفظ الله مصر من كل سوء وحفظ شعبها العظيم، ودامت مسيرتكم الناجحة سيادة الرئيس ابنا بارا ومخلصا لها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة أمير فندم. وكأن النيل دائم وعد لا يخلفه مع أرض الكنانة، فصفحته الهادئة دفعت بخيره إلى شواطئها، فمصر هبة النيل والنيل هبة مصر، رحلة بدأت من المنابع واستمرت حتى المصب، تتصارع فيها خطى الإنجاز في كافة ربوع الوطن، قوامها الإنسان المصري المتسلح بالعلم والمعرفة. نعرض الفيلم التسجيلي رمال من ذهب، ويعقبه كلمة مسجلة للسيد أندرو فوستر رئيس مجلس إدارة شركة مينرال تكنولوجي الأسترالية إحدى الشركات المنفذة للمشروع. تبنى الدول بإرادة شعوبها، تقوى دعائمها الصلبة بمواصلة العمل، ولا يتحقق فيها الأمل
دون إرادة وطنية لأمة أبية لا تعرف المستحيل. مصر أرض الكنوز ولا عجب، توزن فيها الرمال بميزان الذهب. رمال من ذهب. كانت البداية حين أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء لتنفيذ بنود استراتيجية مصر المستدامة 2030، يتقدمها الاستغلال الأمثل لثروات مصر الطبيعية، وفي القلب منها الرمال السوداء. مصر كانت من أوائل الدول التي وضعت خطة استراتيجية طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة 2030، وكان البعد البيئي محور أساسي في كافة القطاعات التنموية. وضعت القيادة السياسية خطة يتقدمها الاستغلال الأمثل لثروات مصر الطبيعية، منها الرمال السوداء. تعد المعادن المستخلصة من الرمال السوداء الركيزة الأساسية لمجالات صناعية عديدة، ومن بينها صناعات السيراميك والخذف والبويات، هياكل الطائرات والسيارات، إضافة للصناعات الإلكترونية والتكنولوجيا المتنوعة. وتشكل تلك الرمال السوداء ثروة طبيعية تتجلى بالكثبان الرملية على الشريط الساحلي الممتد بطول 400 كيلومتر بين مدينتي رفح في سيناء وأبي قير بالإسكندرية، بالإضافة إلى مواقع أخرى للرمال السوداء بجنوب منطقة برنيس وبحيرة ناصر. ودارت عجلة الإنتاج ببناء مجمع صناعي في منطقة البرلس على مساحة 80 فدان، يضم 6 مصانع لفصل المعادن من ركاز الرمال السوداء. وبدأت المرحلة الأولى للتعدين من كثبان البرلس الممتدة على الشريط الساحلي بطول 16 كيلومتر بإجمالي 3500 فدان. تبدأ أولى مراحل التعدين باستخدام الكراكة تحيا مصر، هولندية الصنع، أول كراكة في العالم تعمل بالطاقة الكهربائية وصديقة للبيئة، والتي تزن 550 طن بطاقة إنتاجية تبلغ 2500 طنا في الساعة، صممت خصيصا لمصر، وتقوم بدفع المياه في اتجاه الكثبان الرملية فتنساب إلى قاع البحيرة الصناعية تم إعدادها سلفا، حيث تولي الكراكة أعمال التكريك بعمق يصل إلى 18 مترا لتسحب الماء المختلط بالرمال إلى المضخة الرئيسية بالكراكة، ليعاد ضخها مجددا إلى مصنع التركيز العائم داخل البحيرة خلف الكراكة، مروراً بخطوط الأنابيب. Excellency Mr. President Abdel Fattah El-Sisi, let me start by thanking you, Mr. President, for your dedication to the maritime industry and for all your contribution to the business. We are proud to be involved in this project as the builder of the state-of-the-art electrical cutter suction dredger 650. From the dam side, I can assure you that we are very excited, fully committed, honored and also confident that the continuation of our close collaboration will make the future projects jointly a huge success. Thank you very much. هنا تستقبل المناخل الدوارة خليط الرمال من الكراكة ليتم فصل ما تحتويه من شوائب وعلائق بإنتاج ركاز المعادن بحجم إنتاج سنوي يقدر ب 600,000 طن، ثم يتم نقل الركاز إلى مجمع مصانع الفصل لفصله إلى معادن اقتصادية بطاقة إنتاجية 370,000 طن سنوية. وتقوم معامل البحوث بمراقبة الجودة طوال مراحل الإنتاج لضمان مطابقة المنتج للمواصفات العالمية. نطاق صناعي ساهم في توفير أكثر من 5,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. أفق صناعي جديد يدعم آمال مصر التنموية في تحقيق التطلعات الاقتصادية والاجتماعية عبر إنشاء المزيد من الصروح الإنتاجية المثيلة، والتي تقوم كثبانها الرملية نحو 5 مليارات طن من احتياطيات الرمال السوداء. لمثل هذه الاستراتيجية
تسعى مصر لتوطين المزيد من الصناعات وفق أحدث التقنيات بموجب رؤية وطنية لقيادة سياسية أمكنها إعادة اكتشاف أحد أهم الكنوز المصرية. هكذا تستقيم دعائم الدولة المصرية فوق أسس صناعية قوية تليق بجمهورية جديدة أبت إلا أن تواصل الانطلاق نحو آفاق الازدهار بقفزة اقتصادية لقوة إقليمية كبرى. أمل جديد يتحقق الآن بامتلاك مفاتيح الكنز الأسود ورمال مصرية توزن بمعيار الذهب. Your Excellency, Mr. President Abdel Fattah el-Sisi, the NSPO, EBSC management, and everyone else involved with this project. It is an honor to be invited to this big occasion to celebrate the success of the El Borealis Black Sands project. We are proud to be involved with this unique and important project, which will bring benefits to Egypt in the form of downstream industries, increasing exports, and becoming part of the global mineral sands industry. Mineral Technologies is the world leader in mineral sands expertise, and we've been involved in virtually every single black sands project in the world for the past 80 years. We are excited and committed to support EBSC in the successful ongoing operation of the plant and future projects. We are currently in the process of investigating establishing a local office here in Egypt. I want to thank all the contractors and partner companies that helped us with this project here in Egypt. And in particular, I'd like to thank the Egyptian workers who participated on this project here with us. We look forward to working with all of you on future Black Sands projects. Thank you. إجراء البحوث الدقيقة مع مراعاة شرور السلامة العامة والمحافظة على البيئة، مع الإعداد الجيد لعمليات التدريب والتأهيل، بداية من وصول المادة الخام لاستخدامها وتصنيعها محلياً ووصولاً لفتح الأسواق أمامها. مهمة رئيسية لهذا الصرح. كلمة اللواء مهندس مجدي الطويل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الحضور الكريم، نشرف اليوم بافتتاح سيادتكم لمجمع مصانع تركيز وفصل المعادن الاقتصادية الثقيلة المستخرجة من الرمال السوداء بمنطقة البرولوس بمحافظة كفر الشيخ. تتواجد رواسب الرمال السوداء على ساحل البحر المتوسط في المنطقة من أبو قير غرباً وحتى رفح شرقاً، وعلى ساحل البحر الأحمر من جنوب مرسى علم حتى جنوب برنيس وكذا ببحيرة ناصر. تم إعداد دراسة جدوى متكاملة للمشروع مكونة من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال التعدين، وهي شركة روش مايننج الأسترالية، واستغرقت دراسة الجدوى 3 سنوات. تضمنت دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، دراسة تقييم الأثر البيئي، الدراسة التسويقية، دراسة احتياط التعدين، وخلصت الدراسة الاقتصادية إلى أن المشروع ذو جدوى اقتصادية عالية وجاذبة للاستثمارات. يهدف المشروع إلى تركيز وفصل المعادن الاقتصادية المستخرجة من الرمال السوداء بالتعاون مع الخبرات الأجنبية وهيئة المواد النووية لنقل وتوطين التقنيات الحديثة لهذه التكنولوجيا، إقامة مجمعات صناعية جديدة حيث تمتلك هذه المعادن طيفاً واسعاً من التطبيقات الصناعية بالإضافة إلى قابليتها للمعالجة، ومن ثم تعزيم القيمة المضافة لخلق كيانات صناعية عملاقة، تحقيق
تحقيق عائد اقتصادي وتوفير العملات الأجنبية من خلال تغطية احتياجات السوق المحلي من المعادن واستغلال الطلب العالمي المتزايد لتصدير الفائض، بالإضافة إلى توفير 5000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بالمحافظات الواقع بنطاقها المشروع. ينتج المشروع الذي نشر بافتتاح سيادتكم له اليوم العديد من المعادن الاقتصادية الهامة والتي تدخل في العديد من الصناعات الاستراتيجية مثل معدني الألمنايت والروتيل، وهما مصدراً رئيسي لإنتاج معدن التيتانيوم، والذي يدخل في الصناعات الاستراتيجية الهامة مثل صناعة هياكل الطائرات، الصواريخ، الغواصات، مركبات الفضاء والأجهزة التعويضية، وكذا إنتاج ثاني أكسيد التيتانيوم، والذي يستخدم في تصنيع الدهانات، الأصباغ، الورق، الجلود، المطاط، المنسوجات، أسياخ اللحام، وكذا المستحضرات الطبية. معدن الزركن، ويدخل في صناعة السيراميك، الأدوات الصحية، الزجاج، سبائك المواتير، تركيبات الأسنان، تبطين الأفران، وتبطين قلوب المفاعلات النووية. معدن المغنيتايت، ويدخل في صناعة الحديد الإسفنجي، حديد الزهر عالي الجودة، الخرسانات التي تتحمل درجات الحرارة العالية، الأسمدة المعدنية، كما يستخدم في إزالة ملوحة التربة. معدن الجارنت، ويدخل في صناعة أحجار الجلخ، أوراق الصنفرة، فلاتر المياه، قطع الرخام والجرانيت بضغط الهواء والمياه. وأما معدن الزركن فيعتبر مصدراً رئيسياً للعناصر الأرضية النادرة التي تستخدم في صناعة الرقائق الإلكترونية المستخدمة في الصناعات عالية التقنية مثل الهواتف الذكية والسيارات التي تعمل بالكهرباء، ومصدراً ثانوياً للثوريوم واليورانيوم. يعتبر التعدين في العديد من الدول هو المصدر الأول لثرواتها وقوة اقتصادها، فهو لا يحتاج إلى مواد خام باهظة التكلفة كالصناعات الأخرى، بل يحتاج إلى التخطيط السليم لتعظيم العائد والفوائد من الموارد الطبيعية وإدارة هذه الموارد بطريقة اقتصادية سليمة. تم تأسيس الشركة المصرية للرمال السوداء كشركة مساهمة مصرية وبمساهمة كل من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، هيئة المواد النووية، بنك الاستثمار القومي، محافظة كفر الشيخ، وكذا الشركة المصرية للثروة التعدينية. هذا المشروع الحلم الذي أصبح واقعاً على أرض مصرنا الحبيبة هو نتيجة جهد عظيم وتحدي كبير للحصول على هذه التكنولوجيا المتقدمة المستخدمة في الاستخراج والفصل، ونتيجة لمتابعة سيادتكم المستمرة منذ تأسيس الشركة المصرية للرمال السوداء وخلال جميع مراحل المشروع. اليوم وبفضل الله سبحانه وتعالى ثم دعم سيادتكم المستمر، أصبح الحلم الذي كنا نتمنى تحقيقه منذ عقود طويلة حقيقة ترى النور في جميع مواقع الشركة بكل من البرولوس، غليون، رشيد، دمياط والمنزلة. مكونات المشروع: يتكون المشروع الذي نشرب بإعطاء سيادتكم إشارة بدء الإنتاج له اليوم بمنطقة البرولوس بمحافظة كفر الشيخ من مجموعتين من المصانع. المجموعة الأولى وتتكون من الكراكة تحيا مصر من إنتاج شركة دامن الهولندية بطاقة إنتاجية 2500 طن ساعة. يليها مصنع التركيز العائم لاستخلاص ركاز المعادن الاقتصادية الثقيلة من الرمال السوداء بمعدل إنتاج 158 طن ركاز ساعة. وتقع المجموعة الأولى من المصانع بمحاذاة الطريق الدولي الساحلي وساحل البحر الأبيض المتوسط وفي المنطقة المحصورة بينهما، وعلى مسافة 12 كيلو متر شمال غرب مجمع مصانع الفصل. المجموعة الثانية: مجمع مصانع الفصل والمتواجدين به الآن، ويشتمل على الآتي: مصنع الإعداد والتغذية وإنتاج المغنيتايت بطاقة 12000 طن عام، مصنع الألمنايت بطاقة 298000 طن عام،
مصنع الزيركون بطاقة 25,000 طن عام، مصنع الرطيل بطاقة 11,000 طن عام، مصنع الجارنت بطاقة 23,000 طن عام، مصنع المونازايت بطاقة 145 طن عام. محطة تحلية المياه لصالح العملية الصناعية بطاقة 4200 متر مكعب يوم، محطة كهرباء بقدرة 75 ميجا وات تحتاج العملية الصناعية منها ل 20 ميجا وات والباقي لدعم الشبكة القومية. هذا بالإضافة إلى مجموعة معامل حديثة ومتطورة لمراقبة الجودة، بداية من تحليل المواد الخام مرورا بجميع مراحل الإنتاج المختلفة وصولا للمنتج النهائي. وقد تم تجهيز هذه المعامل بأحدث وأدق أجهزة التحليل والقياس في هذا المجال، وذلك لضمان مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية العالمية. وفي إطار الاهتمام العالمي بالأثر البيئي، تضمنت دراسة الجدوى للمشروع دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع بواسطة واحدة من كبرى الشركات التقييم البيئي في العالم، والتي أشارت إلى أن المشروع له آثار بيئية إيجابية، وتم الحصول على جميع الموافقات البيئية اللازمة بما يتوافق مع قانون البيئة المصري. أما في مجال الحوكمة والتحول الرقمي، فقد تم تزويد الشركة والمصانع بأحدث التقنيات التي تتمشى مع متطلبات العصر وتناسب التطور الهائل في التعامل مع البيانات، حيث يتم تشغيل جميع المصانع آلياً عن طريق غرف التحكم والمراقبة، كما تم إنشاء مركز للبيانات لخدمة إدارات الشركة والمصانع وتطبيق منظومات إدارة موارد المؤسسات ERP. ولضمان تحقيق أعلى قدر من الجودة والكفاءة، تم إسناد إنشاء المشروع لكبرى الشركات والمكاتب الاستشارية المتخصصة في هذا المجال عالمياً ومحلياً، بالإضافة إلى العديد من الشركات العالمية والمحلية التي شاركت في أعمال التوريدات والتركيبات. وما كان لهذا النجاح ليتحقق إلا بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، ثم بجهود وعرق رجال الشركة المصرية للرمال السوداء الذين يعملون ليل نهار بكل وفاء وإخلاص لوطنهم ولشركتهم وفخرهم بكونهم النواهي التي بدأت بهم هذه الصناعة التي كانت حلماً فأصبح واقعاً. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي أوامر فن. وضع الخطط المحكمة واقتراح السياسة العامة للمواد النووية وفق أحدث نظم التطور العالمي وتماشياً مع التوجه المصري نحو الاقتصاد الأكثر، إجراء المسح الشامل للمناطق ذات الإمكانات مع إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية للرمال السوداء، شراكة ما بين هيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء. كلمة الأستاذ دكتور حامد ميرا رئيس هيئة المواد النووية. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة السيد رئيس الجمهورية، الحضور الكريم، أقف أمام سيادتكم في هذه اللحظة يملأني الفخر والاعتزاز، إذ نشهد مع سيادتكم إحدى الثمار التي اعتادت مصر جنيها منذ توليكم أمانة قيادة مصرنا العزيزة. سيادة الرئيس، إنما نحن بصدده اليوم ليجسد نموذجاً طالما ناديتم به سيادتكم أن يعظم دور البحث العلمي بمصر، بحيث يصبح قادراً على تخليق كيانات صناعية ذات مردود اقتصادي يحمل معه آمال سيادتكم ومساعيكم الصادقة نحو حاضر أفضل وغد مشرق بإذن الله. سيادة الرئيس،
لقد ظل هذا المشروع حلماً يراودنا عقوداً طويلة منذ أن بدأت هيئة المواد النووية دراساتها حول استكشاف وتقييم الرمال السوداء وفصل معادنها الاقتصادية بدءاً من المستوى البحثي ووصولاً إلى المستوى النصف صناعي وانتهاءً بإعدادها دراسات جدوى استغلال الخام والتي روجعت وقيمت من كبريات الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، مما أسفر عن توافر قاعدة علمية وطنية ذات خبرة تطبيقية مميزة بهيئة المواد النووية أمكن وبكفاءة عالية البناء عليها بالتنسيق والتعاون التام مع الشركة المصرية للرمال السوداء وتحت رعاية كاملة من قلعتنا الوطنية العملاقة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والمتابعة الدقيقة والدعم الكامل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. سيادة الرئيس، أقولها وبكل يقين، لولا رؤية سيادتكم بعد توفيق الله عز وجل نحو إدارة أفضل لثروات مصر التعدينية وتأكيد سيادتكم على ضرورة أن يكون النشاط التعديني أحد أهم الدعائم الرئيسية للتنمية في مصر، ما كان لهذه المشروعات أن تخرج للنور ولظلت دراسات الرمال السوداء حبيثة الأدراج ولظلت حبات هذه الرمال تلاطمها الأمواج. كما كانت توجيهاتكم الدائمة فخامة الرئيس بالعمل على تحقيق مبدأ تعظيم القيمة المضافة للخامات المصرية وألا يقتصر العائد الاقتصادي من مشروع الرمال السوداء على إنتاج وتسويق المعادن وحذف، ولكن ناديتم سيادتكم بأن تبنى استراتيجية المشروع على معالجة المعادن واستخلاص ما بها من مخزون من العناصر الاقتصادية والاستراتيجية والتي أصبحت اليوم محوراً لصراع الأقطاب العالمية التي تسعى جاهدة لامتلاك أودية الصناعات التكنولوجية المتقدمة. فإلى جانب ما تفخر به الرمال السوداء من عناصر التيتانيوم والزركونيوم والتي تمتلك طيفاً واسعاً من التطبيقات الصناعية الدقيقة، تأتي العناصر الأرضية النادرة أحد المكونات الرئيسية لمعدن المونازايت لتتصدر أجندة احتياجات الدول الصناعية الكبرى، حيث تمثل هذه العناصر عصب الصناعات التكنولوجية والإلكترونية المتقدمة بالإضافة إلى مجالات الذكاء الاصطناعي. وتقدر عوائد مشروعات القيمة المضافة بما يقارب 6 مليار من الدولار بمشروع البرولوس فقط. وهنا يجب أن نستحضر توجيه سيادتكم في رؤية غير مسبوقة بضرورة العمل على توطين الصناعات التكنولوجية في مصر وعلى رأسها الرقائق الإلكترونية والخلايا الكهروضوئية انطلاقاً من الخامات المصرية، لتكتب سيادتكم لمصر فصلاً جديداً من الريادة يتسق وطموحات الجمهورية الجديدة. وقد كان لهيئة المواد النووية شرف تكليفها ضمن مجموعة العمل المشاركة في هذا الملف القومي الهام. سيادة الرئيس، إلى جانب البعد الاقتصادي، يمثل مشروع استغلال الرمال السوداء قيمة بيئية، كونه يعزز من خفض احتمالات التعرض الإشعاعي للبيئة الساحلية المصرية ولقاطنيها، فضلاً عن انعدام تام للانبعاثات الكربونية، مما يمهد الطريق لإقامة المشروعات السياحية والاقتصادية بالمنطقة.
ويكمن البعد الاجتماعي للمشروع فيما يوفره من آلاف من فرص العمل لأهالي مناطق تواجد الخام، والتي ستتضاعف مع استكمال مخطط تعظيم القيمة المضافة لهذه المعادن، مما يعزز من تحسين البيئة المجتمعية. هذا إلى جانب ما ساهم به المشروع من إعداد بنية تحتية من خطوط الكهرباء والمياه وتمهيد الطرق، بالإضافة إلى ما تم تقديمه من قبل الشركة المصرية للرمال السوداء من بعض الخدمات المجتمعية العينية بمناطق المشروع، وهو ما يعد تطبيقاً عملياً للمبادرة الرئاسية مبادرة حياة كريمة. سيادة الرئيس، إن الأبعاد الثلاث من مظاهر التنمية الاقتصادية والبيئية والمجتمعية لتضع مشروع الرمال السوداء في مصاف مشروعات الاقتصاد الأخضر. إن ما ترونه سيادتكم الآن يعكس الكفاءة الوطنية في الإنجاز والتنفيذ، فباستثناء توريد المعدات فإن كافة الأعمال كانت بأياد مصرية خالصة من خلال الشركة المصرية للرمال السوداء وهيئة المواد النووية، بالإضافة إلى الشركات الوطنية العاملة في مراحل الإنشاء، حيث بلغ المكون المحلي ما يزيد عن 60% من إجمالي المشروع. أما عن حرصكم الدائم فخامة الرئيس على حظوظ الأجيال القادمة من هذه المقدرات، فاسمحوا لي سيادتكم بأن أبشركم بأن مصر تملك احتياطيات هائلة تصل إلى 5 مليارات من الأطنان من الرمال السوداء الحاملة للمعادن الاقتصادية، تنتشر على ساحلي البحر المتوسط والبحر الأحمر، وما زالت هناك العديد من المناطق لم تنتهي أعمال تقييمها بعد، ومعها ستتضاعف احتياطيات الخام وحجم الاستثمارات المتوقعة، بما يضمن لمصرنا العزيزة والأجيال القادمة من أبنائها مردوداً اقتصادياً مستداماً ومزيداً من الصناعات القائمة على هذه المعادن. سيادة الرئيس، يحمل المشروع على عاتقه المساهمة في استراتيجية الدولة تجاه تنمية شمال سيناء، في ظل ما كشفت عنه دراسات هيئة المواد النووية عن تواجد واحدة من أكبر احتياطيات الرمال السوداء بمصر، والتي تصل إلى 930 مليون طن، بمحتوى من المعادن الاقتصادية يصل إلى 13 مليون طن، وذلك على مساحة 30 كيلومتر مربع فقط من امتداد الخام، ويتبقى ما يقرب من 200 من الكيلومترات المربعة لم يتم تقييمها بعد، مما يعني المزيد والمزيد من احتياطيات الخام. وبعيداً وليس ببعيد عن الرمال السوداء، تستعد هيئة المواد النووية للإعلان عن احتياطيات جديدة لخامات ذات صلة تضفي بعداً اقتصادياً جديداً في مسار التنمية التعدينية بجنوب مصر، ليؤكد على إشارات الخير التي أجراها الله عز وجل على أيديكم سيادة الرئيس. السيد الرئيس، إن ما يشيد على أرض مصر يوماً بعد الآخر من إنجازات قومية تغطي مناحي الحياة، يجعلنا موقنين بفضل الله أولاً ثم بقيادتكم الحكيمة وجهدكم المتواصل بأن مصر ستكون في طليعة الدول التي تجتاز موجات الأزمات الاقتصادية التي تجتاح العالم أجمع، وكلنا عليها شهود. وأخيراً أسأل الله عز وجل أن يحفظ مصر تحت قيادتكم، وأن يزيدكم عزماً على عزمكم، وقوة إلى قوتكم،
لتحقيق طموحاتكم نحو دفع الوطن العزيز لمكانته التي تليق بتاريخه وعظمته. حفظكم الله لمصر، وحفظ بكم شعبها وجيشها ورجال أمنها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا دكتور حامد. اتفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اسمح لي اقول انا كنت يعني سعيد باللي انت قلته، ولكن انا عايز توضح للناس في مصر اللي بتسمعنا دلوقتي وبتشوفنا الحكايه ديت بدات امتى كتاريخ لفهم واكتشاف الموضوع ده في مصر. يعني انا عايز اقول يمكن اكتر من 80 سنه 90 سنه. حيف. فانا بس بقول ده، انا كنت عايز دكتور حمد يشير لده، وعايز اقول احنا لما اتكلمنا في الموضوع ده من 5 سنين ما حدش كتير شجعنا يا دكتور حامد، ما حدش شجعنا كفكره يا دكتور مصطفى. ليه؟ لان طبعا دراسات الجدوى خدت 3 سنين، ومين هيدفع ثمن حاجه زي كده؟ انا بقول الكلام ده لينا كلنا كمصريين. لكن بعد ما عملنا الفكره ديت وتحركنا في المسار ده، طب ما تتكلم انت الاول على الموضوع وبعدين ابقى اعلق انا. اتفضل اشرح للناس. شكراً يا فندم. عشان يفهموا الموضوع ده اكتر، لان احنا يمكن اول مره الناس تسمع حاجه اسمها رمال السوداء في مصر. صحيح. النهارده ولا ايه؟ صحيح يا فندم. زي ما سيادتك تفضلت، الموضوع بيعود الى سنوات ماضيه. هيئه المواد النوويه كانت اكتشفت عن طريق الطائره الاستكشافيه ليها اماكن تواجدات الرمال السوداء بطول 400 كيلو متر على الساحل الشمالي. ثم تبع ذلك بدأت دراسات حقلية ومعملية لتأكيد هذه الاستكشافات، إلى أن وصلنا أن عملنا دراسة جدوى بالتعاون مع شركة روش مايننج. ولكن يظل ذلك يا فندم أوراق ودراسات حبيثة الأدراج. كنا محتاجين لإرادة سياسية قوية لإسقاط هذه الدراسات على أرض الواقع. الحقيقة أني كانت في جملة أنا يمكن حذفتها من كنت بقول تلاطمها الأمواج وتعبث بها أيدي العابثين، لأن هي كانت ثروة مهدرة للأسف، مع أن فيها مواد إشعاعية لكن كان بيستخدمها الأهالي في بناء وغير ذلك. فهي كانت بكل المقاييس ما بين أمواج البحر وما بين أيدي العابثين، فكانت ثروة مهدرة تماما، كانت تحتاج فقط الدراسات قائمة، الدراسات موجودة، على فترات بنروح ونيجي نقدم ورق ونعود للخلف مرة أخرى سنوات طويلة وعقود طويلة بتستنزف هذه الدراسات وبتستنزف هذه القيمة اللي الشعب محتاجها والمواطن المصري محتاجها عبر أجيال يا فندم طويلة تستفيد من هذه الرمال بإذن الله والعائد الاقتصادي ليها. بدأنا حضرتك أو سيادتك في 2014 نتقدم بهذه الدراسة مرة أخرى، وكان سيادتك أنا أفتكر مقولة هامة جدا لسيادتك: هل هذا الكيان من الممكن أن يكون كيان وطني؟ وكان بيحمله معالي الوزير الدكتور شاكر لسيادتك. فهل كان دايما سؤال سيادتك هل ممكن هذا الكيان يبقى كيان خاص بمصر وكيان وطني؟ وكانت الإجابة الحمد لله في وجود كيان قوي القوات المسلحة أن تدعم وتنجح هذا المشروع. وبالفعل سيادتك أطلقت إشارة البدء بإنشاء الشركة المصرية للرمال السوداء. ظل التعاون وثيق بين هيئة المواد النووية والشركة المصرية، وكل لبنة بتوضع كنا مش مصدقين. يعني أنا يعني شرفت إن أنا وأنا معيد في أول تعييني كنت في البرولس على الرمال السوداء، وبقيت أنظر لهذا الكنز، هل هيجي يوم وهل هتيجي رؤية سياسية وقيادة سياسية تحقق لنا هذا الإنجاز زي ما تحقق الحمد لله في الضبعة. يعني أنا دايماً بقول المشروعين دول إرادة سياسية بحتة وإرادة سياسية قوية ونية صادقة لخدمة مصر. الحمد لله الكيان على مدار الدعم اللي احنا لقيناه من سيادتك الفترة اللي فاتت أصبح الحلم، زي ما السادة الزملاء قالوا الحلم أصبح حقيقة. في معاناة كتير، في توفير موارد مالية كتير جداً تحملتها الحكومة في وقت صعب جداً، كل ده، لكن بنوعد سيادتك ان مزيد من استدامة احتياطيات هذا الخام اللي احنا نقدر نقدمه لسيادتك، ان احنا بإذن الله والضمن ربنا طبعا ان احنا نعمل على تكثيف الاستكشافات لضمان استدامة هذه الخامات، بحيث احنا قلنا 200 سنة، لا ده ان شاء الله عندي يقين تام ب
بفضل ربنا ان سنتعدى هذه السنوات المتين سنة من عمر أجيال وأجيال، لأن البلد دي محفوظة من ربنا. ويعني وأقولها تاني على إيد سيادتك، في إشارات خير كتير جدا بنقابلها حتى في حياتنا، في حياتنا العلمية والشخصية. فأنا مهما قلت مش هقدر أشكر سيادتك على ملف التعدين المصري عموما بصفة عامة، لأن سيادتك اهتمام غير مسبوق. وإذا أدير بهذه الكيفية ملف التعدين المصري قد يصبح قاطرة تنمية حقيقية لبلدنا العزيز يا فندم. طب أنا بشكرك يا دكتور حامد، وعايز أطمن برضو الناس على البعد البيئي، والبعد البيئي مش فقط نتائجه بعد ما المشروع يخلص في المنطقة اللي بيشتغل فيها، لا أنا أيضا الناس العاملين في هذا الأمر. بفضلك يعني. الحقيقة يا فندم النقطة اللي سيادتك أثرتها دي نقطة مهمة جدا. هو معمول للمشروع دراسات بيئية على أعلى مستوى، دايما العاملين في المشروع تحت رقابة شديدة جدا، ورجال هيئة المواد النووية والوقاية الإشعاعية قاعدة معاهم ليل نهار بأجهزتهم، في فيزيكال بروتكشن رائع، حماية ليهم رائعة. حتى إحنا يا فندم منظمين ساعات عملهم بحيث ما يتعرضوش لجرعات عند ليمت معين، بنحط العامل قدام ساعات معينة لو زاد عنها ممكن يتعرض، لكن احنا حاطين له ساعات. تاني حاجة سيادتك بالنسبة للمونازايت بالذات والزيركون دول محفوظين في باكج معين بيمنع التسريب الإشعاعي تماما، المنظومة قوية جدا، لأن يهمنا في الأول والآخر بيئة العمل وسلامة بيئة العمل بما فيها العاملين. فأنا بطمن سيادتك جدا للبعد البيئي متوفر تماما، مفيش أي مشاكل بيئية ممكن يتعرضوا لها خالص، ساعات العمل منتظمة، الجرعات الإشعاعية ضعيفة لا ترقى إن هي تصيب أحد لا قدر الله، كل شيء تقريبا محسوب في هذا المشروع الصديق تماما للبيئة. طيب انتوا لو انتوا شايفين ان احنا محتاجين مواد لارتدائها للعاملين او كده، احنا مستعدين نعمل ده، يعني نبقى متحوطين اكتر طبعا، حارسين اكتر طبعًا. عشان في النهايه ما هو اللي شغال بالشغال يوم ولا شهر، ده شغال على طول. صحيح. فاحنا عايزين نبقى مطمنين من الكلام ده، لان دول اهلنا طبعا. عايزين نطمن ان الشغل ده ملوش اي تاثير صحي على الانسان من خلال الاجراءات اللي بتتعمل بالدراسات اللي انتوا عارفينها تمام، والمعايير المعمول بيها تمام، وايضا بالاحتياطات اللي احنا ممكن نحققها تمام. يتبقى شيء عايز اقوله للمشروع دوت، احنا انتظرنا المشروع ده فتره كبيره قوي، لان كنت يعني كنا متابعينه مع الناس اللي شغاله فيه معاكم كلكم خلال الثلاث سنين اللي فاتوا او اكتر، عقبال ما ابتدي المعدات تيجي وبتاع، خدت اكتر من ثلاث سنين، مش كده وليد ولا مش كده؟ طيب انا عايز اقول ايه، انا بتكلم بقى القطاع الخاص، وبتكلم حتى للشركات اللي اشتغلت معانا في هذا المجال، شركات محليه زي حسن علام وغيره دكتور مصطفى وكل اللي اشتغل، انا بقول لك دلوقتي انت عرفت المسار مش كده؟ ده مسار انتوا عقبال ما عملتوه خدتوا وقت كتير فيه، وقبل ما يعني المكونات المشروع والطرح والكلام اللي هو بيتعمل ده عشان المعدات دي تيجي، ثم 60% اللي انتوا قلتوا عليهم كمنتجات بتتعمل في مصر والباقي ممكن يتم استيراده من الخارج. الكلام ده ما كلمتش معاك يا دكتور حمد، انا كلمته معاهم قلت لهم ايه، سؤال، حجم الاحتياطات اللي موجوده هنا تكفي قد ايه، وحجم الطلب العالمي قد ايه؟ ده كان سؤال اللي انا قلت على مقتضاه، هل في فرصه اكتر من ده يعني يتعمل مشروع واثنين وثلاثه ولا لا، لان ممكن يكون الطلب هو اللي بيحدد يعني. فكان السؤال بقوله وبسمعه للقطاع الخاص، من اول المشروع ده متاح دكتور مصطفى؟ ايوه متاح لكم ان انتوا تخشوا فيه طبعا، اللي عايز يتفضل. والكلام ده بقوله في كل مشروع افتتحه، عشان طب بتقول لي طب احنا ما اديتناش الفرصه من الاول ليه؟ الفرصه طب ما كانت موجوده على مدى 40 50 سنه دكتور حامد. صحيح لا بامانه يعني
آه فندم. مش كده؟ هو بدأ في السبعينات بقى ياخد الحيز الأكبر من الدراسات، كانت في السبعينات تمانينات، لكن هو قبل كده كمان. يعني أنا عايز أقول كاكتشافات، أنت قلت 1922-1930 كيعني بقى إحنا عارفين إن في حاجة زي كده في مصر، ولكن كإجراءات تتعمل عشان يطلق مشروع زي كده ما جاتش فرصة. هقول ما جاتش فرصة، مش هقول أي حاجة تانية، لأن ما حدش أبداً هيبقى شايف إن في خير. ويا دكتور مصطفى، ولا بقى إحنا بنظلم الآخرين وبنظلم نفسنا في الكلام؟ لا، أي حد في مصر مسؤول أي مكان موقعه هيبقى حريص على إن هو لو في مجال لخير هي إيه؟ هيعمله. لكن ما حصلش، ما جاتش فرصة. أقول الفرصة جت بإيه؟ بإن في مسار إحنا نجحنا فيه دلوقتي وعرفنا تفاصيله، وبقى في حاجة اتشكلت وخرجت للنور في المشروع ده. الإجابة اللي انتوا عايزين تسمعوها ان دراسات الجدوى، انا بقول الكلام ده للي بيهتم بالشغل ده، اللي عايز يخش في مشروع زي ده، بقول له دراسات الجدوى بحجم الاحتياطيات تخليك تخش تشتغل في الموضوع ده وانت مستريح. دي واحد. نمرة اتنين، طلب السوق العالمي لهذا الموضوع كبير جدا جدا، يلبي اي منتج انت هتطلعه، يتبقى جزء في القيمه المضافه اللي طرحت هنا. ده موضوع تاني خالص. يعني في خامات ما لهاش قيمه مضافه ابدا، هي هتتباع خامات كده، وفي خامات طالعه ممكن يتعمل منها شغل في مصر، قد يكون هيكلف كتير عشان يطلع، وخبرات كبيره برضو. كل ده بنقوله عشان البيانات اللي موجودة عندنا دكتور حامد وجهاز الخدمة الوطنية وكل من هو معني بالموضوع دوت، البيانات والمعلومات دكتور مصطفى المتاحة للمشروع متاحة للكل، للي عايز يشتغل في هذا الأمر. ليه بقى؟ ده يا وليد، أنا بقول إيه؟ قلت السؤال وإجابته، قلت هل الاحتياطات اللي موجودة تكفي إن حضرتك تحط استثمارات لهذا الموضوع؟ طب حجم الطلب العالمي على المنتج اللي طالع موجود؟ يبقى فاضل ايه؟ فاضل ايه يا دكتور مصطفى؟ نعمل المشروع. ما قلتش الدوله بقى، ما قلتش الدوله، لا بقول تاني للقطاع الخاص، حتى للشركات اللي ابتدت تشتغل فيه تخش تتحرك معانا. طب تعمل كم واحد، كم مصنع زي كده او كم مجمع زي كده؟ واحد، اثنين، عشرة. انت بتتكلم الكيلو بياخد سنة؟ دكتور حامد مش كده؟ تقريبا الكيلو بياخد سنة؟ نعم. طيب انت بتتكلم في 400 كيلو مش كده يا دكتور مصطفى؟ ده اللي انتوا اتأكدتوا منه صح؟ صحيح. يعني لو فرضا يعني في شركة واحدة تقدر تشتغل كده 400 سنة. طب لو 10 شركات مش كده ولا ايه؟ طب يلا، انا بقول كده للشركات تاني عشان في فرصة للموضوع دوت، حتى على ضوء المؤكد دلوقتي. احنا في كلام تاني شغالين فيه، نشوف هل في فرصة تانية زي ما قال كده في بحيرة ناصر وبرنيس وحتة تانية، وممكن او ان احنا كمان يبقى فيها الشغل ده. إذا ممكن نعمل مصنع واثنين وثلاثة واربعة، سواء بشركات القطاع الخاص أو لو هي عايزة تخش حتى في شراكة مع الدولة. دكتور مصطفى احنا ايه؟ جاهزين. يعني ايه المشروع ده؟ تقريبا يعني 200 مليون دولار يا وليد تقريبا. لا كله على بعضه يعني هنقول الاربعة مليار جنيه. يعني لو حبيتوا تعملوا مصنعين ثلاثة أربعة يعني هيكلفوا 20، بس أنا بتكون على المكون الدولار اللي فيهم. بس خلي بالكم كل المنتج اللي بيطلع من هنا بيتم تصديره في الغالب يعني، ولا أنا دكتور حامد؟ أيوة فندم. يعني هيبقى فرصة إن كنتوا تصدروا يا دكتور مصطفى شوية طبعا بالعمل الحضر. عايز تقول حاجة؟ فضل. لا يا فندم، هو يعني احنا بنشكر سيادتك على الفكر والطرح اللي سيادتك كله بتشجيع القطاعات المعنية والقطاع الخاص بالمساهمة، لأن المناطق اللي سيادتك تفضلت وذكرتها في الجنوب
ده فيها تركيزات اعلى من اللي احنا بصدده اليوم، يعني تركيزات مضاعفه، تركيزات مضاعفة. يعني عايز تقول الجدوى بتاعته اعلى من هذا؟ طبعا طبعا سيادتك. فانا عايز اقول ايه لكل الشركات المصريه حتى لو ما كانتش معنيه بالموضوع الثوره المعدنيه، مش لازم يعني شركات، يعني اي شركه من شركات التطوير العقاري الكبيره او المقاولات الكبيره، الرقم اللي بنتكلم فيه مش كبير، لكن في النهايه ده مشروع بيدار بشكل يعني بعائد طيب جدا جدا، يزيد عن ال 20-25% وليد ولا؟ عائد فندم من التصدير 100 مليون دولار وبيوفر استيراد ب 50 مليون دولار. طيب احنا بنتكلم على عائد، لان اي حد في القطاع الخاص هيبقى بيفكر في العائد بتاعه يعني، فبنقول له خلي بالك ده ليه عوائد كويسه قوي، ولو احنا قدرنا نعمل الصناعات القيمه المضافه ليه ده موضوع تاني خالص. طب انا بقول كده ليه؟ بقول للقطاع الخاص شكل مجموعات متوافقه مع بعضها، انتوا اصدقاء وبتشتغلوا مع بعض، فكروا ان انتوا تقولوا طب هنعمل كيان نحط فيه مثلا 25-30 مليار جنيه بتدفقات ماليه، المشروع ده ممكن يخلص في سنتين، مش كده يا وليد ولا ايه؟ تمام دلوقتي سنتين خلاص، دراسات جاهزه دلوقتي. لا انا اقصد اقول حتى المسار اللي احنا مشينا فيه خد مننا وقت، لكن هم مش هياخد وقت تاني. مش كده؟ مش هتعدي الدراسات تاني. طيب فانا بقول في سنتين، يبقى انا النهارده لو قلت في 20-25-30 مليار جنيه من القطاع الخاص شغال في الموضوع ده بتدفقات ماليه خلال سنتين، هيكون عندنا مصنعين 3-4 اكتر، وزي ما انتم شايفين الفرصه كده. بقول الكلام ده دلوقتي ليه؟ عشان احنا ما عندناش وقت او فرصه نضيعها نقول ايه طب ماشي بقى ان شاء الله نبقى نفكر. لا مفيش نفكر، الحاجه الحمد لله رب العالمين. وانا بكلمكم انا مش اول مره اسمع الموضوع دلوقتي، صحيح، واول مره تشوفونا واحنا بنفتتحه النهارده، لكن لا ده الموضوع متابع بدقه شديده، ويعني عشان دي فلوس بنحطها وعندنا امل انها تجيب لنا حاجه، ده جنب ده جنب ده جنب ده، توم البلد يا دكتور مصطفى تطلع ايه؟ تطلع لقدام. صحيح. فارجو ان احنا رسالتي تصل للقطاع الخاص، احنا مستعدين، خشوا لوحدكم هنساعد معاكم، عايزين تخشوا بشراكه مفيش مشكله، بس عشان نقدر نعمل اكتر من مجمع من المجمعات اللي احنا بنتكلم فيها دي. فقبل ما بشكر الدكتور حامد وبشكر كل القائمين على العمل ده، وبشكر الدكتور شاكر، يعني الدكتور شاكر دايما الخير معاه يعني، فبشكر الدكتور شاكر على افتتاح المشروع ده، وطبعا يعني انا شايف ان كل الامور الاساسيه اللي انتم محتاجينها بقت متوفره، سواء كانت ميه معالجه، تحليه بحر، او الكهرباء او الطرق، وهنكمل يعني. فاحنا بنشكر كل الشركات المدني، شركات التعدين، كل اللي اشتغل في هذا المشروع، بوجه لهم التحيه والشكر. بقول اول مره نقدم على خطوه في هذا المجال في مصر، فبالتالي انتوا هتبقوا رواد لهذا العمل، ربنا سبحانه وتعالى يجعل فيه خير كتير، ونتحرك ونبقى نفتتح مجمعات زي كده الدولة تفتتحها إن شاء الله خلال السنوات القليلة القادمة. في النهاية بنشغل ناس، في النهاية بنجيب عوائد بالعملة الحرة كويسة، بنوفر فلوس إحنا كنا بنشتري بيها منتجات زي كده، هنبقى إحنا بنطلعها من عندنا بتتباع جوه السوق في مصر يعني. بعد كده خلي بالكم للناس برضو تعرف ان بعد ما بينتهي المشروع هنا بقت الشواطئ اللي موجوده ديت، يعني احنا لما جم كنا عاملين مشروع لرشيد، فالدكتور مصطفى قال لي طب كده احنا هنوقف الخطه بتاعت رشيد اللي هو الكام كيلو اللي احنا عايزين نعمله. انا بقول لكم عشان تبقوا بس عارفين الموضوع مش وليد، لا ده دوله بتفكر في كل شيء بما فيه ده. فكان كلامنا ان احنا في نهايه الاستخراج للمنطقه دي بقت المنطقه دي جاهزه تماما انها تشتغل للتنميه، تعمل عليها
شواطئ وتعمل عليها سكن وتعمل عليها مشروعات لصالح الناس اللي هم أهالي المواجهة 400 كيلو أو 500 كيلو اللي احنا بنتكلم عنها من 8 مناطق دول. شكرا جزيلا وبشكرك دكتور. شكرا يا فندم. كتر خير. شكرا. نستأذن سيادتكم يا فندم في بدء الجولة التفقدية إذانا بافتتاح المشروع. تمام يا فندم. المهندس حسن الشامي، شركة حسن علام للإنشاءات، الشركة المنفذة للمشروع يا فندم. مصنع التركيز يا فندم تم إنشاؤه على مساحة إجمالية 62 فدان، ويتكون من أربع أجزاء رأسية يا فندم، بداية من البحيرة الصناعية بإجمالي مسطح 83 ألف متر بعمق 5 متر، كراكة طحية مصر يا فندم، كراكة كهربائية هولندية الصنع بمعدل تكريك 2500 طن ساعة. المصنع العائم يا فندم بإجمالي مسطح 2800 متر والخاص باستخلاص الركاز بمعدل 158 طن ساعة. هنا يا فندم بيكون منطقة تشوين الركاز اللي بيتم نقله باستخدام الشاحنات إلى مصنع فصل المعادن. وأخيرا يا فندم منطقة تجميع الرمال الصفراء والشوائب اللي بتستخدم في عمل التسويات والردم خلف الموقع. الحقيقة يا فندم طريقة تنفيذ المصنع العائم كانت تحدي كبير بالنسبة لنا، كونه أول مرة يتم تنفيذه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. قدرنا يا فندم نتوصل لطريقة مبتكرة تمكننا من العمل على التوازي في تجهيز البحيرة الصناعية لاستقبال كراكة طحية مصر، وفي نفس الوقت نجمع وننشئ المصنع العائم. وده يا فندم عن طريق عمل حوض جاف باستخدام الستائر اللوحية المزدوجة بعمق 20 متر. قدرنا يا فندم نجمع المصنع بالكامل داخل الحوض، وتم تعويمه أيضا يا فندم داخل الحوض بالاستعانة بمكتب استشاري إنجليزي. وبكده يا فندم قدرنا نوفر 6 شهور في مدة تنفيذ المشروع. أي أوامر يا فندم؟ تمام يا فندم. مهندس رضا حمادي، المدير التنفيذي للشركه المصريه للرمال السوداء. مجمع مصانع الفصل يا فندم اقيم على مساحه 80 فدان، وهو يحتوي على مجموعه من المنشات والمناطق الصناعيه. نبدا بالمنطقه الصناعيه يا فندم، ويتكون من عدد 6 مصانع لفصل عدد 6 معادن اقتصاديه ثقيله. اول مصنع عندنا وهو مصنع فصل معدن المغناطيت وتجهيز الخامات لباقي المصانع. المصنع الثاني هو مصنع الزيركون، مصنع الروتيل، مصنع المونازايت، مصنع الالمانايت والجرنيت، الى جانب مجموعه من المنشات التي تخدم العمليه الصناعيه زي ورشه اصلاح وصيانه المعدات، مخزن قطع الغيار، معامل البحوث والتطوير، وعندنا محطه الوقود، عندنا محطه تحليه مياه البحر ومعدل انتاجها 4200 متر يوميا، خزان للمياه الصناعية اللي بنستخدمها في المياه الصناعية، وخزان ده بيسع 46 ألف متر مكعب. عندنا المبنى الأخير اللي في الخدمي هو مبنى التعبئة والتغليف، إلى جانب وجود عندنا بعض المناطق الأخرى اللي بيتم فيها تخزين وتشوين باقي المنتجات، مع المنطقة الإدارية اللي بتخدم العملية الصناعية، وأخيرا عندنا المنطقة الخضراء واللاندسكيب الموجودة في المصنع. أي أوامر فندم؟
سميع عبد السلطان بدوي في معمل البحوث. استاذن سيادتك يا فندم في بدء شرح معمل فصل المعادن. كيميائي اسلام ابراهيم الحب، مسؤول معمل فصل المعادن. في المعمل سيادتك بيتم اجراء الاختبارات الكيميائيه اللازمه لتحديد نسبه المعادن الثقيله ومساعده فريق التخطيط لتحديد الاماكن الغنيه بالرمال السوداء، بالاضافه لمتابعه العمليات الانتاجيه بمجمع مصانع الفصل والتركيز، وذلك لضمان مطابقه المنتجات للمواصفات القياسيه العالميه. المعمل سيادتك بيشتمل على المنخل الهزاز لازاله الاحجام الغير مرغوب فيها، الميكروسكوب لمعرفه الشكل البلوري للمعادن، ميزان الكتروني لوزن العينات، فرن لتجفيف العينات، جهاز التنظيف بالموجات الفوق صوتيه، جهاز القلاب الكهربي للتخلص من المواد العضويه والكربونات باستخدام المذيبات الكيميائيه، مجموعه الفصل الكيميائي باستخدام البروموفورم. اي امر يا فندم. شكرا لحضرتك يا فندم. مسؤول معمل تحليل العناصر بالاشعه السينيه، الغرض من المعمل قياس تركيز العناصر الموجوده في الخامات المعدنيه المختلفه ومراقبه جوده الانتاج. المعمل بيتكون سيادتك من جهاز طحن العينات الرمليه للوصول بها الى الحجم الحبيبي المناسب للتحليل، ميزان الكتروني شديد الدقه لتحديد وزن العينه، فرن احتراق للتخلص من المحتوى المائي والعضوي الموجود بالعينه، جهاز صهر العينات للحصول على اقراص زجاجيه متجانسه ممثله للعينه تمهيدا لعمليه التحليل، جهاز التحليل الكيميائي للعناصر بالاشعه السينيه XRF. اي اوامر يا فندم؟ متشكر لحضرتك جدا، شكرا جزيلا. مسؤول معمل البحوث والتطوير. المعمل هنا يا فندم بينقسم الى جزئين، الجزء الاول لتحضير العينات طبقا للمواصفات المطلوبه لكل معمل، وفيه يتم تجفيف العينه باستخدام الفرن الكهربي. بعدها بنقوم بتقسيم العينه الى عينات اصغر تحمل نفس خواص العينه الاصليه باستخدام المقسمات، تتبعها عمليه الغربله لازاله الاحجام الغير مرغوب فيها باستخدام المنخل الهزاز. بعدها يا فندم بنقوم بارسال العينات الى المعامل المختلفه للبدء في اجراء الاختبارات اللازمه. الجزء الثاني من المعمل يا فندم البحوث والتطوير، وفيه يتم تحديد المشاكل التي تواجه عمليات الفصل داخل المصانع وتقديم الحلول المناسبه لها لتطوير الانتاج والحصول على اعلى جوده ممكنه. بيشتمل المعمل يا فندم على 5 أجهزة مصغره مشابهه لمعدات الفصل الموجوده داخل المصانع، وهم اجهزه الفصل المغناطيسي، وتتمثل في جهاز الفصل المغناطيسي بالبكره الممغنطه، جهاز الفصل المغناطيسي بالاسطوانه الممغنطه، جهاز الفصل المغناطيسي بالمغناطيس المستعز، وجهاز فصل كهربي، ويتمثل فيه جهاز الفصل الكهروستاتيكي اللوحي، وجهاز الفصل بالجاذبيه، ويتمثل فيه جهاز الطاوله الهزازه. المعمل ايضا يا فندم مجهز بجهاز الترشيح بالضغط للتخلص من كل المياه الناتجه باستخدام جهاز الطاوله الهزازه للحصول على عينه كامله دون فقد في المحتوى الصلب لها، وميكروسكوب ضوئي للتعرف على المعادن للتاكيد على جوده الفصل. ايوه يا فندم. الله يخليك يا فندم. الله يخليك.
العمليه الانتاجيه داخل المصنع. المصنع بيقوم برفع جوده معدن المونازايت وفصله عن الشوائب الموجوده فيه ميكانيكيا عن طريق استخدام الترابيزات الهزازه، وبيتم تغذيته يوميا ب 14 طن من خام المونازايت قادم من مصنع الزيركون الجاف. والطاقه الانتاجيه اليوميه للمصنع هي 400 كيلوغرام من معدن المونازايت، وبيتم تعبئه المنتج داخل المصنع في براميل بتزن 200 كيلوغرام. اي اوامر يا فندم؟ مهندس عبد العزيز عثمان، المهندس المسؤول عن مصنع اعداد وتجهيز الخام للمصانع. تم انشاء المصنع على مساحه 1050 متر مربع بارتفاع 20 متر، ويتكون من 3 طوابق. وام سيادتك يا فندم شاشه العرض العمليه الانتاجيه داخل المصانع. الهدف من المصنع يا فندم هو استقبال الخام القادم من مصنع التركيز لاعداده وتجهيزه وتغذيته للمصانع الاخرى بمعدل تغذيه 2320 طن يوم عن طريق السيول الناقله التي يتم تغذيتها باللوادر من منطقه التشوين. يتم بالمصنع يا فندم مجموعه من عمليات الفصل المغناطيسي والميكانيكي للحصول على 3 منتجات: خليط الالمنايت والجار بطاقه انتاجيه 1080 طن يوم، خليط الروتايل والزيركو والمونازايت بطاقه انتاجيه 948 طن يوم، منتج نهائي معدن المغناطيسي بطاقه انتاجيه 40 طن يوم. اي امر يا فندم؟ مهندس ابو السعود هارون ابو السعود، المهندس المسؤول عن مصنع الروتايل. المصنع تم انشاؤه على مساحه 4260 متر مربع بارتفاع 32 متر، ويتكون من 6 طوابق. وهم سيادتك يا فندم على الشاشه عرض توضيحي لسير العمليه الانتاجيه داخل المصنع. الهدف من المصنع يا فندم فصل خام الروتايل عن خام الزيركون باستخدام مجموعه من عمليات الفصل الكهربائيه والمغناطيسيه. بيتم نقل الخام الى المصنع عن طريق السيور الناقله التي يتم تغذيتها باللوادر من منطقه التشوين بمعدل 948 طن في اليوم. الطاقه الانتاجيه للمصنع يا فندم منتج الروتايل 49 طن في اليوم، خام الزيركون 224 طن في اليوم. اي اوامر يا فندم؟ مهندس اسلام سياله، المهندس المسؤول عن وحده التعبئه والتخزين. الهدف من الوحده يا فندم هو تعبئه 4 منتجات نهائيه بعد اجراء عمليات الفصل والتركيز عليها في مصانع الفصل المختلفه. تحتوي الوحده يا فندم على 4 وحدات للتعبئه،
وحده تعبئه منتج الجرنت، وتقوم يا فندم بتعبئه المنتج بدقه انتاجيه 67 طن يوم. وحده تعبئه منتج الزيركون، وتقوم يا فندم بتعبئه المنتج بدقه انتاجيه 104 طن يوم. وحده تعبئه منتج الليكوكسين، وتقوم يا فندم بتعبئه المنتج بدقه انتاجيه 16 طن يوم، وهو درجه من درجات الروتايل. واخيرا يا فندم وحده تعبئه منتج الروتايل، وتقوم يا فندم بتعبئه المنتج بدقه انتاجيه 33 طن يوم. اي اوامر يا فندم؟ من الرمال السوداء، ويشمل دراسة الجدوى الاقتصادية الشاملة لمنطقة كثبان البرولوس المكودة عالميا من 9 مجلدات، أماكن تواجدات الرمال السوداء في جمهورية مصر العربية على ساحل البحر الأبيض المتوسط وساحل البحر الأحمر، المعادن الاقتصادية المستخلصة من الرمال السوداء واستخداماتها، الانتاج السنوي من هذه المعادن، والقيمة المضافة لبعض هذه المعادن. في إطار استراتيجية الدولة، لم تدخر القيادة السياسية جهداً لإعادة اكتشاف ما تخفيه الأرض المصرية من كنوز وتحقيق النهضة الصناعية عبر استغلال ثرواتها الطبيعية ومنها الرمال السوداء المتواجدة على الشريط الساحلي وبالقرب من مصبات الأنهار. معدن الإلمينايت، ويوجد في الرمال المصرية السوداء بنسبة عالية، حيث تصل نسبة التيتانيوم في المعدن إلى 48%، ويعتبر المصدر الرئيسي لإنتاج أكسيد التيتانيوم عالميا. يتم فصل وإنتاج المعدن من الركاز المغناطيسي الناتج من وحدة التغذية الرئيسية بمصنع فصل المعدن، ويمكن استغلال الخام لإنتاج بعض المنتجات الصناعية الهامة مثل صناعة الدهانات، البلاستيك، الورق، المطاط، المنسوجات، مستحضرات التجميل، الجلود، سبيكة الفروتيتانيوم والتي تستخدم في إنتاج الصلب الكربوني، الصلب المقاوم للحرارة، كما يستخدم في صناعة هياكل الطائرات والغواصة. الإنتاج السنوي المتوقع حوالي 298,000 طن. العوائد الاستثمارية المتوقعة حوالي 3 مليارات دولار لصناعات القيمة المضافة لمعدن الإلمينايت. يوجد معدن الزركون في الرمال المصرية السوداء بنسبة عالية، حيث تصل نسبة الزركونيوم في المعدن من 60% إلى 66%. يتم فصل وإنتاج المعدن من الركاز الغير مغناطيسية الناتج من وحدة التغذية الرئيسية لمصنع فصل المعدن، ويمكن استغلال الخام لإنتاج بعض المنتجات الصناعية الهامة مثل السيراميك، الزجاج، التجهيزات الصناعية، سبائك المواتير، الصناعات النووية، قلوب المفاعلات، الصناعات الإلكترونية، طب الأسنان. الإنتاج السنوي المتوقع حوالي 25,000 طن سنوياً طبقاً لدراسة الجدوى بمنطقة البرونوس. معدن الزركون.
معدن الماجنيتايت. تحتوي رمال المصرية السوداء على معدن الماجنيتايت، ويتم فصل المعدن من وحدة التغذية الرئيسية بمصنع فصل المعدن، ويستخدم في العديد من الصناعات، حيث يدخل في صناعة الحديد الإسفنجي، الحديد الزهر عالي الجودة، صناعة الفيروتيتانيوم، تثبيت وإزالة ملوحة التربة. الإنتاج السنوي المتوقع حوالي 12 ألف طن سنوياً طبقاً لدراسة الجدوى بمنطقة البرونكس. معدن الماجنيتايت. معدن الروتايل. تحتوي رمال المصرية السوداء على معدن الروتايل، ويعتبر أحد المصادر الرئيسية لإنتاج أكسيد التيتانيوم. يتم فصل وإنتاج المعدن من الركاز الغير مغناطيسي الناتج من وحدة التغذية الرئيسية بمصنع فصل المعادن، ويمكن استغلال الخام لإنتاج بعض المنتجات الصناعية الهامة مثل صناعات أنواع الحبر، الأدوية، الصابون، المواد الغذائية، بالإضافة إلى صناعة أسياخ اللحام. يساعد معدن الروتايل في إنتاج أكسيد التيتانيوم والروتايل المخلق والنانو روتايل في جذب استثمارات كبيرة. الإنتاج السنوي المتوقع حوالي 11 ألف طن سنوياً طبقاً لدراسة الجدوى بمنطقة البرونكس. معدن الروتايل. معدن الجرانيت. تحتوي رمال المصرية السوداء على كميات كبيرة من معدن الجرانيت. يتم إنتاج معدن الجرانيت من الركاز المغناطيسي الناتج من وحدة التغذية الرئيسية والمعالج بمصنع فصل المعادن. ونظراً لصلابة المعدن العالية، فإنه يستخدم في العديد من الصناعات الهامة مثل فلاتر المياه، تلميع الأسطح المعدنية بضغط الهواء وضغط الماء، القطع بضغط المياه، أحجار الجلخ، أوراق الصنفرة، دهانات الواجهات. الإنتاج السنوي المتوقع حوالي 23 ألف طن سنوياً طبقاً لدراسة الجدوى بمنطقة البرونكس. معدن الجرانيت. معدن المونازايت. تحتوي رمال المصرية السوداء على معدن المونازايت، ويعتبر مصدراً استراتيجياً لإنتاج العناصر الأرضية النادرة 14 عنصراً بالإضافة إلى الثوريوم واليورانيوم. يتم إنتاج معدن المونازايت من الركاز الغير مغناطيسي بوحدة التغذية الرئيسية بمصنع فصل المعدن. يدخل معدن المونازايت في مجموعة كبيرة من الصناعات المتطورة تكنولوجياً والصناعات الإلكترونية، صناعة المواد فائقة التوصيل، صناعة مواد الفلوريسنت، صناعات الزجاج عالية الجودة، والكريستال النحوي. يستخدم أيضاً في الصناعات النووية والأجهزة المغناطيسية والأجهزة الطبية. الإنتاج السنوي المتوقع حوالي 145 طن سنوياً طبقاً لدراسة الجدوى بمنطقة البرونكس. يساعد في جذب مجموعة من الاستثمارات الهائلة لمجموعة كبيرة من الصناعات المتطورة. معدن المونازايت. وبمثل هذه الاستراتيجية نجحت مصر في توطين المزيد من الصناعات وفق أحدث النظم التكنولوجية. We'll be right back.
هنا صدق حلمي وبدأ. قالوا عني زمان موهم بيضيع وقت، لا يوم سلم ولا استسلم، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبات. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في أزمة كان خوفك منه ملوش لازمة، وأديك عالصعب قدرت. واللي زمان ضحكوا عليك سفهم بالوقت بيداروا كسفهم، ورهنوا عليك تخسروا وصرت. أنا ابن مصر، أنا ضد الكسر، أنا رافع راسي تملي الفوق طول العمر. أنا ابن مصر، قلبي نسر، مقدرش أعيش أبدا يوم غير وأنا حر. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. شفت يا زمان العاملة المصرية دور مهم في هذا البناء المكتمل الأركان، وهو مجمع الرمال السوداء الذي يشرف بافتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية له. هذا المجمع الذي يحوي العديد من الكنوز، 41 عنصر أو 41 عنصر من العناصر التي يتم استخدامها، لها انعكاسات اقتصادية واستراتيجية على مستوى الوطن، وأيضا لها دور في خدمة التنمية المستدامة. دعونا مشاهدينا الكرام نتحدث عن الخبرات الفنية في هذا المجال. نتعرف على حضرتك يا فندم. مهندس تعدين حمادة صلاح بدر، مهندس تعدين مسؤول عن العملية الانتاجية الكاملة، بداية من انفصل الرمال السوداء عن الرمال الشاطئية من مصنع التركيز، ثم بعد ذلك نقل الخام إلى مجمع المصانع الفصل هنا في البرولوس. الأيدي العاملة يعني المشروع بالنسبة لنا. عايز أكلم حضرتك الأول عن الخدمات، التعاملات الفنية أو الخبرات الفنية اللي موجودة هنا في هذا المجال. حضرتك كلمتنا عن أكثر من أمر، ممكن نتوقف عندهم بشكل أكثر تفصيل. تمام، بالنسبة للخبرات الفنية احنا هنا بقالنا أكثر من سنة ونص مجموعة مهندسين كاملين بمجموعة فنيين، تم تدريبنا على يد خبير استرالي، برنامج تدريب كامل تم إعداده من خلال الشركة والشركة الأسترالية لتدريب العمالة وتدريب المهندسين والتيم الموجود كامل. تم تدريبنا نظريا، ثم بعد ذلك تم الانتقال للمصانع للتدريب على كل المعدات وتشغيل المعدات بالكامل، إلى أن تم الحصول على المنتجات الكاملة، التشغيل والأيدي العاملة كاملة مصرية. المواصلات يعني طبعا المشروع أبناء كفر الشيخ، بالنسبة لنا احنا كأبناء كفر الشيخ الموضوع وفر علينا كتير جدا. احنا اول ما تخرجنا في 2017 كان ساعتها توجه الدولة لإنتاج الرمال السوداء، كان المشروع ساعتها في 2017 عن مشروع التخرج بتاعنا عن الرمال السوداء وشغله، فكان حلم بالنسبة لنا ان احنا نوصل للمشروع الكبير يتعمل واحنا يكون لنا دور فيه. فلما جت المسابقة في 2020 وبدأنا نقدم ودخلنا، والحمد لله بقى لنا دور وتم تدريبنا على اعلى مستوى بناء للدراسة. احنا مهندسين تعدين درسنا عن الرمال السوداء وعملت الفصل بالكامل في الكلية جامعة الأزهر، ثم بعد ذلك يعني تم التدريب والعمل على التدريب العملي والنظري لقيادة المصانع، ثم بعد ذلك تدريب الفنيين والأيدي العاملة الموجودة بالمصانع لأداء دورها بشكل مناسب تحت قيادة المهندس المسؤول في المصنع للحصول على المنتج بالجودة المطلوبة وبالكميات المطلوبة. أيضا نتعرف على حضرتك برضو فندم. مهندس تعدين مهندس محمود خالد، مهندس هنا برضو مسؤول عن العملية الإنتاجية في مجمع المصانع بالبرولوس. كنت حابب برضو أكمل على كامل باشمهندس حمادة إن إحنا هنا مسؤولين عن الإنتاج وفي نفس الوقت مسؤولين عن الجودة أو الكواليتي بتاعة المنتجات. إحنا تم تدريبنا على الخبير مع الخبير الأسترالي على إزاي إن إحنا نشغل المصانع وإزاي إن إحنا ندخل التكنولوجيا دي لمصر، والحمد لله إن إحنا اجتزنا التدريبات وبرضو دخلنا برضو في امتحانات والحمد لله اجتزناها وبقينا على قدر المسؤولية. وحاليا احنا مصانع شغاله وبننتج الكميات المطلوبه وبنفس الجوده اللي احنا كنا عايزينها، وده مجال جديد كنا بنتمنى ان هو يكون موجود في مصر، علشان احنا كان قسمنا في الكليه كان قسم يعني محدود في الشغل شويه،
لكن دلوقتي المجال ده فتح للكليه بتاعتنا او للقسم بتاعنا مجال كبير، ان الناس ان شاء الله تقدر توفر، يعني الدوله تقدر توفر لها فرصه عمل في المجال ده، والمجال ده يكون معروف ولان هو مجال كويس جدا. دلوقتي المصنع وفر لابناء كفر الشيخ فرص عمل 5000 فرصه عمل، وده طبعا بالنسبه لمحافظه كفر الشيخ لانها دوله، يعني بما انها محافظه ما بتعتمدش على الصناعه، ده اكتر بتعتمد على الزراعه. والحمد لله ان احنا لما جينا كنا على قدر المسؤوليه. والمصانع هنا مجمع المصانع احنا بناخد الخامه اللي بتيجي من مصنع التركيز بعد ان تم فصل الشوايب عنها، وما بتكونش برضو بنفس الجوده العاليه. تيجي هنا المصنع بيكون بتحتوي على 7 عناصر، اول ما بتوصل هنا بيتم الخامه بتدخل على المصنع الاولاني اللي هو مصنع الفيد بريبريشن، بيتم فصل منتج الماجنتايت، وبعد كده ده كمنتج نهائي. بعد كده بيتم تقسيم الخامه عباره عن كومتين، الكومه الاولانيه دي بتكون كومه بيتم تغذيتها لمصنع الالمونايت، والكومه الثانيه بيتم تغذيتها لمصنع الروتايل. مصنع الروتايل بيتم فصل فيه الخامه بتدخل على، احنا بيتم الفصل اصلا على اساس الخواص الطبيعيه، بيتم الاعتماد على الخواص، الفصل على الخواص الطبيعيه للمعادن، ما بيكونش فيه اي مواد كيميائيه في عمليه الفصل، والمصنع اصلا صديق للبيئه، يعني ما فيش اي تلوث او اي حاجه. واحنا واخدين تصريح من، يعني حصلنا على تصريحات من الاماكن المسؤوله ان احنا المصنع صديق للبيئه ما فيهوش اي تلوث. بيتم فصل في مصنع الروتايل عنصر الروتايل وبتركيزاته، بعد كده الكومه الثانيه بتغذي مصنع الالمونايت، بيتم فصل 3 تركيزات من عنصر الالمونايت والجرنت، بعد كده الخامه بتخش من مصنع الروتايل على مصنع الزيركون الرطب، بيتم فيه رفع كفاءه المنتج علشان اقدر افصل بعد كده الزيركون عن المونازايت. بيتم بعد كده الخامه بتخش على مصنع الزيركون الجاف، بيتم فصل فيه مع عنصر الزيركون والخامه بعد كده عن المونازايت، وبعد كده الخامه بتروح لمصنع المونازايت بيتم فصلها هناك ورفع كفاءتها. فاحنا عندنا هنا منتجات رئيسيه اللي هم اللي قلتهم لحضرتك، وان شاء الله باذن الله نكون على قدر المسؤوليه، وان شاء الله باذن الله بنتمنى بعد نجاح المشروع ده الحمد لله يتم باذن الله مراحل تانية تفتح فرص عمل للشباب اكتر، وان شاء الله بالتوفيق. يا رب ربنا يوفقكم جميعا ان شاء الله. من الامور المهمه ايضا باشمهندس حماده، يعني اللي حضرتك تحدثت عنها اهتمامكم بهذه الفكره، يعني حضرتك قلت ان انتم من وانت في الدراسه او في الكليه كنتم مهتمين بفكره الرمال السوداء، ايه اللي جذب حضرتك لهذا هذا المجال او هذه الدراسه او الاهتمام بيها، ولاي مدى حضرتك كنت شايف فيها امل او انعكاسات ايجابيه مستقبليه على ارض الواقع من الممكن انها تحقق اهميه اقتصاديه للبلد اضافه الى تعظيم الاستفاده من هذه الثروات التعدينيه. تمام فندم، زي ما قلت لحضرتك احنا في مع توجه الدوله لانشاء المصانع الخاصه بالرمال السوداء في 2017 توجهت جامعه الازهر عندنا في كليه هندسه قسم تعدين، كان مشروع التخرج بتاعنا عن الرمال السوداء، نشتغل على الرمال السوداء ورفع جودتها وفصل المنتجات المطلوبه للسوق من الرمال السوداء. كان ساعتها لما بدانا نبحث ونعمل مشروع الشغف نفسه عن الرمال السوداء كان زايد، ان احنا عندنا رمال سوداء، عندنا بطول الشاطئ، بطول الساحل بتاع البحر الابيض المتوسط، عندنا خير عظيم جدا، كنز مدفون. الى ان جاء القرار وتم الدوله العمل على مشروع الرمال السوداء، وتمت المسابقه والتدريب، كنا شغالين بره في تخصصات ايضا، لكن موضوع الرمال السوداء اول ما علمنا فرصه الرمال السوداء كان الشغف ان احنا نيجي ونتعلم ونبقى موجودين في المجال اللي احنا درسناه وحبيناه، وفي نفس الوقت خدنا تدريب زياده داعم لينا في المجال الانتاجي ومجال التشغيل، الى ان حصل على منتجات ده يعني تدخل في جميع الصناعات وماده خام لمعظم الصناعات الموجوده. بالطبع لها مردود اقتصادي. احنا بنشكر حضرتك المهندس حماده صلاح بدر وايضا الباشمهندس محمود خالد على وجود حضراتكم معانا، والف مبروك على الافتتاح. شكرا يا فندم، الف شكر ليك يا فندم. مصر شعبنا مسلم مسيحي قلب واحد كلنا.
احنا اللي وحدنا الاله حبك ده مفتاح الحياه اسمك وبس نبض روحنا وعشقنا هي دي مصر اللي حياتنا نبني فيها مصر اللي من غيرها لا نسوى ولا لينا لازمه الا ليها بنحبها لو حتى يوم تعبنا منها نشتكي منها وليها بحضنا مع شمس القصير قعدت صحاب في المغربية عليك يا نيل ضحكت هزار ابن البلد مصر تناديه يصبح مدد شعبك يا مصر في الخطر حر وأصيل هي دي مصر اللي حياتنا نبتديها مصر اللي من غيرها لا نسوى ولا لينا لازمة حس بطرفها اللي أغلى من الدهب وشوف كتابة اللي التاريخ عنه مكتب هي التاريخ صوت الزمن والحل في سنين المحن وهندسة وطببة حكمة وأدب هي دي مصر اللي بحياتنا نبتديها مصر اللي من غيرها مصر اه لو تعرفي حبك ده ايه
ورا قمرة عمال بيشوف الصحراء. أنا
نزول السلاف للطاقة البحرية تحيا مصر. الكراكة البحرية تحيا مصر. الطاقة الإنتاجية لها 2500 طن رمال في الساعة. تتواجد الكراكة ومصنع التركيز وبحيرة صناعية بطول 320 متر وعرض 220 متر وعمق 5 متر. ويتم سحب الرمال من موقع التنجيم إلى مصنع التركيز عن طريق خراطيم مرنة مثبته على كوبري العام. وعلى يمين سيادتك يا فندم وعلى مسافة 250 متر المنطقة المميزة بعدد 2 مرك أحمر يتم تجميع الركاز وتقييم الاقتصادية العالية. في مواجهة سيادتك يا فندم وعلى مسافة 380 متر المنطقة المميزة بعدد 2 مرك أخضر يتم تجميع الشوائب والرمال غير اقتصادية. أي أوامر يا فندم؟ حسام عرفه مسؤول عن الصيانه والتشغيل بالكراكه. احنا هنا يا فندم في كابينه التشغيل والقياده بالكراكه البحريه تحيا مصر. كابينه القياده يا فندم مجهزه بمجموعه من المفاتيح والشاشات للتحكم في التشغيل ومتابعه عمليه التنجيم. يتم يا فندم استخدام مدفع المياه النفاث في اتجاه الكثبان الرمليه بقوه 5 بار لتهييل الرمال في قاع البحيره. ثم يتم يا فندم سحب الرمال المختلطة بالمياه بواسطة الرأس قاطع. يعني يا حسام أيوة كلمني كده على الرمل اللي فوق اللي يشمل فوق ازاي يا فندم للقاعة اللي مسافش اللي تحت بس لسه مفيش اللي تحت خالص. لا ده لتهييل الرمال في قاع البحيرة. ثم يتم يا فندم سحب الرمال المختلطة بالمياه بواسطة الرأس القاطع ويا قدام سيادتك اللي نازل تحت يا فندم. أيوة بمعدل 2500 طن رمال في الساعه. ثم يتم يا فندم نقلها عبر مجموعه من الخراطيم العائمه الى مصنع التركيز العائم لاستخلاص ركاز المعادن الاقتصاديه من الرمال. معدل تقدم الكراكه 1 كيلومتر في العام. اي اوامر يا فندم؟ شوف الاحسن ده ركاز الاسود اللي عند مركز المعادن الست معادن الجامعيه مع بعض اللي في اليمين ده في اليمين الاسود ده عندنا بعد كده بنقول وديهم مجمع مصانع. استنى انا اقول لك يا الجزء اللي ورا ده بلاند استقر بتاع التيل بياخد الرمله من ورا نازله ورا برد مران البحيره وهعمل لحمايه الشروق حاجز ارتفاع 6 متر وعرض 10 متر عشان احمي المنطقه دي برضه. عشان الفايده الثانيه فادي المشروع هنا ان الكثبان الرمليه هنا في البروج بتوصل ارتفاعاتها لحد 32 كيلو طبيعيه كده طبيعيه الحمد لله. بس مع حركه اللي هي عملت بتنزل على الطريق الدولي وتدخل على المباني بتاعت الفرد على المباني بتسحب عليهم. فده من ضمن الحاجات اللي هتبقى حمايه للبيئه وحمايه للطبيعه. ده البدايه زي ما قلت ساعه الفندم احنا دلوقتي الحمد لله احنا وصلنا ل 10 12 متر في خامات اقتصاديه. لا جديد ان شاء الله عمر المشروع هنا هيتضاعف يا فندم. يعني بدل ما تقعد هنا سنه هتقعد مثلا سنتين بس. تمام مش كده؟ هو عمر المشروع 20 سنه ممكن يوصل. لا انا بتكلم على المحل ده يا فندم. طبعا يا فندم معدل التقدم نفسه هيتضاعف لان هي كانت بتمشي الشارع على 5 متر بس دلوقتي بقينا ننزل ل 10 و12 متر. دي كراكه كده دي تفاصيلها؟ هي تفاصيلها من هولندا. اوكي. اول كراكه في هولندا 10 متر 60 متر 103 كانت البرازيل. تمام مخصوص للكهرباء حتى لما طلبت هنا بقى بنشتغل تمام. لا 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 وسات البيئه والكلام ده كله فطلبنا فصممنا كان اول انتاج لشركه داخل الكهرباء دي تحيا مصر الكهرباء داخل ورانا البرازيل على طول عشان عندهم عمله سودا برضه خدوا نفس الكهرباء. احنا فندم هنا في حاجه عشان التجهيزات عندنا عاليه جدا يا فندم. انت بتقدر تكلم كنترول بشر الثاني فندم انت في الماشي. شكرا.
احنا عشان تبقى سبعه احنا عاليه هنا فانت توصل ل 4%. فاحنا الكرافه مناسبه جدا ل 2015. رقصه هذا صلاه تمام كده تمام هذا فندم ملوك الجزء بتاعه 7 10%